موقع أكسيوس الإخباري كشف مطالب الحكومة الإسرائيلية التي سلمها مكتب نتنياهو للبيت الأبيض بشأن حل دبلوماسي مع لبنان. أهم مطالب نتنياهو هو السماح للجيش الإسرائيلي بحرية تنفيذ عمليات فعالة قرب الحدود لضمان عدم قدرة حزب الله على إعادة التسلح أو إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية. المطلب الثاني هو ضمان حرية التحرك للقوات الجوية الإسرائيلية في أجواء لبنان. قالت أكسيوس إن إسرائيل قدمت لهوكشتاين ورقتها لإنهاء الحرب في لبنان الخميس الماضي. قال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه إذا قام الجيش اللبناني واليونيفيل بالمزيد فإن الجيش الإسرائيلي سيفعل أقل والعكس صحيح. هذا ورجح مسؤول أمريكي لأكسيوس عدم موافقة لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.